حبايب القلب، كنت قاعد بتصفح على مواقع التواصل الاجتماعي وعرفت انه كان عندكم تخريج عسكر من اكاديمية لهواري بومدين في منطقة شرشان، والجيش الجزائري غني عن التعريف بقوته وشجاعته وحماسه يعني وعقيدته السليمة. بس اللي انا اكيد مش راح اعمله اني اعمل ردة فعلي على الجيش الجزائري واشاهد ردة فعلي واشاهد الاستعراض. ولا مرة بنحرق كرتنا مالنا، بس لما شفت العزيمة اللي عندهم والحماس اتذكرت ابطال الثورة الجزائرية، وخاصة في الثورة التحريرية كيف كانوا يقاوموا المستعمر الفرنسي بكل حماس وشجاعة وثبات وصبر وعقيدة سليمة. هون انا اليوم جايك وجايكي لأقولكم قصة بطل من عدة أبطال في الثورة الجزائرية بترتفع لها القبعات، قصة حقيقية وليست من أفلام الهوليود وقصص الخيال أو اللي بتنحكى للأطفال عند النوم، لا، قصة بطل بمليون رجل. هذا الشخص لقب بصقر الصحراء اللي كان كابوس الطائرات الفرنسية. فبتمنى من المشاهدين حبايب القلب والصبور هيك حلقات لازم تدعمها، لأنه هاي أبطال من أمتنا اللي بنرفع راسنا فيها. لايكك خلاتي، لا تقصروا لايكاتكم وانشروا وتعالوا معي. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالصقر، يا هلا بطير شلوى، يا هلا بالحر. بطلنا اليوم اسمه مخلوف بن قسيم، مواليد 1917 من مدينة طولقة اللي موجودة بولاية بسكرة. مخلوف بن قسيم كان من أمهر صياد الغزلان وكان بحب الفروسية، وفجأة تحول وأصبح من الناس اللي انكتب اسمها بالتاريخ الثورة الجزائرية، صار له وصولات وجولات مع الثوار الجزائريين. مخلوف بن قسيم شارك في عدة معارك ومن أشهرها شعبة الرمل. كان ذكي وشجاع وصاحب رؤية استراتيجية صحيحة. ومن الرفقاء اللي كانوا مع مخلوف أحد الأبطال كان اسمه أحمد زرواق، وأحمد زرواق قال عن الشهيد مخلوف، قال لما كان يوجهنا عسكريا ونكون قاعدين معاه ويحكي فينا ويعطينا التعليمات ويخطب فينا، كان يشعل فينا الحماس ويخلينا نطلع نزلزل المستعمر الفرنسي. طبعا في جبل كان موجود في الولاية السادسة اسمه جبل المحارقة، وهذا الجبل واقع بين بلديتين، المسيف والثاني اسمه الحوامد، وطبعا صار عليه 7 معارك، ولكن أشرسهم كانت معركة تسمى شعبة الرمل، حصلت عام 1957 وتحديدا 17/11 اللي وقع فيها الشهيد البطل صخر الصحراء مخلوف بن قسيم الطائرات الفرنسية بسلاح كان يسمى جارة ميركان. طبعا معركة شعبة الرمل كان فيها فقط 120 بطل مجاهد جزائري ضد آلاف المشاة الفرنسيين المدعمين بالمدرعات والدبابات وأقوى الأسلحة والطيران. تخيلوا يا جماعة وركزولي، 120 مقاتل بطل جزائري ضد آلاف المشاة الفرنسيين المدعمين بالدبابات والمدرعات والطائرات. طبعا هاي المعركة استمرت 15 ساعة وانتصر فيها الأبطال المجاهدين الجزائريين وأضاقوا الفرنسي الويلات. ومش بس هيك، تم إسقاط في هذه المعركة 8 طائرات، وروايات أخرى تقول 7 طائرات، لأن الطائرة الثامنة وقعت برا المعركة بعض الروايات قالت. هاي القصة معي 4 شهاد إلها وبيشهدوا لصقر الصحراء اللي هو مخلوف بن قسيم إنه أسقط الطائرات. معنى الشهادة الأولى اللي هي للسي الطاهر العجال اللي كان أمين سر الولاية السادسة اللي قال لا هم 7 ولا 8، هم 6 طائرات. والشهادة الثانية للملازم بشير ثامر اللي قال إنه هذا الشخص أسقط 7 طائرات. أما اللي كان يقاتل مع صقر الصحراء اللي كان اسمه أحمد زرواق قال أسقط هذا الشهيد البطل 7 طائرات. أما الشهادة الرابعة فهي بنت أخت البطل الشهيد مخلوف بن قسيم اللي قالت هو أسقط 7 طائرات، والطائرة الثامنة أسقطت خارج هذه المعركة. وهون بتصفن شوي في هاي المعركة اللي كانت بس ب 120 جندي جزائري ضد آلاف المشاة، ضد المدرعات، ضد الطائرات
اللي أسقطهم زي العصافير أو زي الفراشات. أنتم متخيلين ليش انتصروا؟ لأنهم هم رجال، عهد الله، رجال متوضين، إيديهم نظيفة، عقيدتهم سليمة، ومن ينصر الله الله بنصره. وشاهدنا هذا الإشي في عدة معارك، في الثورة الجزائرية أو غيرها. شفتوا هذا الإشي بيرتفع فيه الرأس ولا ما بيرتفع فيه الرأس؟ لسه أنا ما خلصتش، جايكم بالتقيلة، وكيف كانت نهايته؟ كيف ضل ثابت على المبدأ؟ يا أخي مش أي حدا بضل ثابت على المبدأ. وفي عام 1961 وفي الخريف وعلى جبال إم ساعد حصلت معركة غير متكافئة أبداً 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 مع الثوار الجزائريين ضد المستعمر المستدمر المستوحش الفرنسي. وللأسف قاتلوا حتى آخر رمق، حتى نفاذ الثغيرة، وتم إصابة صقر الصحراء ونفاذ ثغيرته اللي هو مخلوف بن قسيم، ومسكوا الفرنسيين وأخذوا معهم على سجونهم وعذبوه أشد أنواع العذاب على أساس أنه ينتزعوا منه اعترافات، ولكن بقى صامل وثابت على المبدأ. مش أي حد بضل صامل، مع أنهم وصلت مرحلة معهم أنهم يغروب مغريات مش طبيعية ويحطوه قائد للولاية السادسة، تخيلوا، ورفض هذا الإشي. ولما زهقوا منه الفرنسيين وما قدروش ياخذوا منه أي اعترافات أعدموه بدم بارد وبطريقة وحشية. يقال إنهم أعدموه عن طريق دبابة تطلع عليه، بس قال كلمته المشهورة إنه لو مات مخلوف كل الشجر مخلوف. وهي دلالة إنه الثوار مستمرين حتى يستعيدوا أرضهم ويستقلوا. وهي مش أول ثائر ولا آخر ثائر بشجع الثوار قبل لحظات من إعدامه أو موته. الجزائريين كل الحب كل احترام، ربي يرحم الشهداء، الشهداء اللي هم مش بس إلكم، هم أبطال من أمتنا، اللي أنا لما أقرأ في تاريخهم وأشوف شو صار معهم وأشوف الثبات اللي عندهم والعزيمة والإصرار، هذا إشي بيحفزني، هذا إشي بيخليني يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، بس يعني بيزرع فيي ثوابت كثيره، وبيزرع فيي اهم شيء الصبر والثبات على المبدا. زيهم زي كثير ابطال من امتنا قدموا لنا وعلمونا كثير دروس، فالله يرحمهم. وهيك قصه من كثير قصص حقيقيه واقعيه وليست من وحي الخيال او من افلام هوليوود. ضرب سلام كبير لكل الأبطال، ودائما نقول تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء.